بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الصلوات اليسرية على خير البرية، ونشرحها بصلوات الأسماء الحسنى. فهنبدأ في ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في صلوات اليوم الأول. قبل ما هنبدأ كل يوم في صلوات اليوم الأول بأيام الأسبوع، هنبدأ ونقول الدعاء البسيط ده قبل بدايتنا في الصلاة على النبي العدنان، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها، وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، ورثنا منه وعلى يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم، واجعله هوية لذاتي وروحا لروحي، أسلم بها من موارد الأشقياء وأنال بها عطاء السعداء. هنبدأ بقى دلوقتي ونقول صلاة اليوم الأول. اللهم يا الله، صل صلاة ألوهية وسلم سلام ربوبية، وبارك بركة خصوصية على عبدك الهادي لسبل رشادك والقائم بشكر نعمائك، سيدنا محمد عبد الله وعلى آله مثل ذلك. وارزقنا اللهم هداية من هدايته، وسلاما من ربوبيته، وبركة من عبوديته، نسلم بها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم يا رحمن بجلال النعم، ويا رحيم بلطائف المنن، فأنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الرحمن وعبد الرحيم، وعلى آله الذي جعلته مظهرا للرحمانية وسرا ساريا بالرحمة للعالمين بتجلي الرحيمية، صلاة أحمد بها رحمانيتك وأشكر بها رحيميتك، فترحمني بها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، فلا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ملك، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الملك وعلى آله الذي ملكته الكوثر والشفاعة والمقام المحمود والحوض المورود، صلاة تملكنا بها أعمارا في طاعتك، وألسنة في ذكرك، وقلوبا في مراقبتك، وأرواحا في شهودك، وأسرارا في حبك وإيثارك على كل مطلوب، يا من يؤتي ملكه من يشاء. اللهم يا قدوس، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القدوس وعلى آله الذي قدسته عن الهوى بالوحي وعن المعصية بالعصمة، وهديته وهديت به فكان نجم هدايتك، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلاة تقدسنا بها عن كل وصف وفعل وقول يحجمنا عنك حتى نكون بك ولك يا رب العالمين. اللهم يا سلام، صلي وسلم وبارك على سيدنا عبد السلام وعلى آله الذي سلمته من كل نقص وعيب وحليته بكل كمال وجمال، صلاة أسلم بها من كل نقص وعيب ويسلم بها المسلمون من لساني ويدي. اللهم يا مؤمن، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المؤمن وعلى آله الذي آمنته على خزائن الملك والملكوت، صلاة يؤمن الناس بها على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحتى أحب للمسلمين ما أحب لنفسي، ويصير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من كل شيء ومن نفسي، حتى يشرق نور اليقين على قلبي فأبلغ به مقام الصديقين يا رب العالمين. اللهم يا مهيمن، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المهيمن وعلى آله الذي جعلته مهيمنا على خلقك
بقولك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صلاة أهيمن بها على نفسي رقابة وتزكية ومحاسبة حتى لا أغفل عنك يقظة ومناما يا حي يا قيوم. اللهم يا عزيز صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العزيز وعلى آله الذي جعلت عزه من عزك وعز المؤمنين من انتمائهم إليه بقولك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صلاة ترفع بها همتي عن الخلق اعتمادا على من عزه لا يفنى متحققا بقولك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وصدق الله القائل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا جبار صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الجبار وعلى آله الذي جبرت به الأكوان فخرجت من العدم إلى الوجود على وفق المشيئة. صلاة تجبر بها كسري وتمدني بقوة أجبر بها شهوتي فلا أعصيك ونفسي فلا تهوى إلا إياك وقلبي فلا يركن إلا إليك وروحي فلا تشهد سواك وسري فلا يحب غيرك يا رب العالمين. اللهم يا متكبر صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المتكبر وعلى آله الذي تواضع لعظمتك فجعلته سيد ولد آدم وإماما للأنبياء والمرسلين. صلاة تزول بها عني كل كبر حتى أتوج عبوديتي بالذل والانكسار وأتحقق بالافتقار والاضطرار الذي هو سببا لقبول الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم يا خالق الأكوان صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الخالق وعلى آله الذي خلقته في أحسن تقويم. صلاة تزهر خلقي وخلقي على أحسن تقويم بكمال الإيمان والأعمال الصالحات متحققا بقولك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا الله يا من أحسن كل شيء خلقه يا أحسن الخالقين. اللهم يا بارئ الأكوان على غير مثال صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد البارئ وعلى آله الذي برأته على صورة برئ فيها من كل عيب ونقصان حتى صيرته سيد الأكوان. صلاة أبرأ بها من كل عيب ونقص فتصير صورته حقيقتي وحقيقته جامع عوالم الظاهرة والباطنة يا نعم المجيب. اللهم يا مصور بني آدم في أحسن صورة فنعم الخالق الذي أظهر المخلوقات ونعم البارئ الذي شكلها وهيئها ووقتها والمصور الذي جملها وأخرجها في أحسن صورة. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المصور وعلى آله الذي حسنت خلقه وخلقه فكان إماما للمحسنين. صلاة أحمدك بها على ما صورتني وشققت سمعي وبصري حتى أكون من القليل في قولك وقليل من عباد الشكور. اللهم يا غفار الذنوب وماحي العيوب ومفرج الكروب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الغفار وعلى آله المتحقق باسمك الغفار فتنازل عن حقه لأمته وكلما أوذي قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فحققت مأموله فغفرت لأجل ما فعل في حقه ببشارة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صلاة أنال بها إرثا من هذا الاسم فأتزتك بعرضي على المسلمين وأغض الطرف عن عيوبهم وأسترهم لتسترني وأغفر لهم لتغفر لي وأحسن إليهم لتحسن إلي يا غافر الذنب وقابل التوب يا الله. اللهم يا قهار صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القهار وعلى آله الذي قهرت به المعدوم فأخرجته للوجود وقهرت به الموجود فكان طبقا لمرادك وقهرت به الظلام بأنوار الإيمان والإيقان وقهرت به الكفر بظهور الإسلام وقهرت به الجهل بالعلم والعرفان وقهرت به الشهوة والعصيان بالطاعة والإيمان وقهرت به الغفلة بالمراقبة والإحسان. صلاة أقهر بها الشيطان فلا يكون له علي سلطان وأقهر بها النفس فتنقاد للطاعة وتتبرأ من الهوى وأقهر بها العقل فينقاد للشرع وينجو من الاعتراض حتى أصير سيفا من سيوفك تقهر به الجبابرة والكفار وتنصر به الصالحين على الفجار إنك على كل شيء قدير.
اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله كل يوم هنقرا صلوات اللي طول الاسبوع، هم 6 صلوات، كل يوم هنقرا صلاه باسماء الله الحسنى، وبنشرح كده كل اسم من اسماء الله الحسنى بمدح لسيدنا النبي ودعاء لله سبحانه وتعالى. فربنا كده يجعله لينا صدقه جاريه ان شاء الله، وما تنسوناش من صالح دعائكم. ان شاء الله نشوفكم في الفيديو التالي باذن الله. السلام عليكم.